بكم أحبتي في الله وفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن عاد جيش سيدنا علي إلى الكوفة، وحدثت فرقة بين أصحاب علي، بين هؤلاء الخوارج وبقية الجيش. الخوارج يتهمونهم بالمداهنة في دين الله، وهؤلاء يتهمونهم ببث الفرقة بين المسلمين وبين الجيش، حتى عادوا إلى الكوفة. ماذا فعل الخوارج؟ تسللوا لواذا من الكوفة وقالوا: تعالوا بنا نخرج بعيدا عن هذه الجماعة الضالة، نفر بديننا. الجماعة الضالة اللي هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان نبقى عارفين مدى فكر الخوارج وصل إلى أي حد. فتسللوا لواذا وتبعهم كثير من الشباب، إلا من استطاع والداه أن يمنعانه. يعني الشباب حاولوا، من كانوا على رأيهم يخرجون إليهم بغير رغبة آبائهم وأمهاتهم، ومن علم من آبائهم وأمهاتهم بمحاولة أولاده الخروج مع هؤلاء الخوارج منعهم قسرا أو بالقوة. وخرجوا الخوارج إلى منطقة اسمها حارورة. طيب، وماذا بعد؟ علم سيدنا علي بما فعلوا، وعلم أن عددهم من 8000 إلى 10000، يعني عدد كبير. فبعث إليهم سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما كي يتحدث معهم، ثم ذهب من خلفه. فلما ذهب سيدنا علي وتحدث معهم، عادوا معه مرة أخرى إلى الكوفة. فلما عادوا إلى الكوفة ودخلوا في الناس، أشاعوا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد تاب من تحكيم الحكمين، أنه اعترف أنه ارتكب خطيئة وجريمة وكفر وأشرك بالله، وأنه تاب من تحكيم الحكمين، ولذلك عدنا معه. فبلغ سيدنا علي ما يقولون، فصعد المنبر وأنكر هذه التوبة المزعومة من قبلهم. فقاموا من جوانب المسجد. أنا عايز حضركم بس يعني تتصوروا الموقف، الأمير المؤمنين سيدنا علي يقف على المنبر يخطب بين الناس، وفيهم هؤلاء الخوارج. فماذا فعلوا لما تكلم؟ قاموا من جوانب المسجد، من هنا ومن هنا ومن هنا، يصيحون في صوت واحد في وجه سيدنا علي: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. لا حرمة عندهم للمسجد، ولا حرمة عندهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحترمون أصلا حتى الأزمان والأشهر الحرم. فماذا فعلوا؟ قاموا في المسجد وصاحوا في وجه علي وقالوا لا حكم إلا لله. فقال سيدنا علي: كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، لكم علينا ثلاث، انتوا اللي لكم عندنا ثلاث حاجات او ثلاث خصال. هنعمل معكم ايه؟ اولا الا نبداكم بقتال، ثانيا الا نحرمكم من ارزاقكم من الفيء، ثالثا الا نحرمكم من الجماعات ومن المساجد ومن شهود اجتماعاتنا. يعني مش هنعزلكم، انتوا عايشين معانا يعني، لكن مش هنبداكم بقتال الا اذا افسدتم في الارض. وخرجوا مرة أخرى إلى حارورة، واعتزلوا الصحابة الأجلاء مع سيدنا علي بن أبي طالب، وأجمعوا رأيهم على تكفير من لم يعتقد معتقدهم، تكفير من لم يعتقد معتقدهم. فكفروا سيدنا علي بن أبي طالب وكل من معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن باب أولى كفروا سيدنا معاوية بن أبي سفيان وكل من معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الشام. فمن لم يبق على الكفر فهؤلاء هم الخوارج فقط، هم المسلمون، وبقية الأمة كلها وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كفار. طيب، هذا رأيهم وهذا معتقدهم الخبيث. رأيهم يحتفظوا به لأنفسهم لحد دلوقتي، محدش اتخذ ضدهم أي إجراء. سيدنا علي لم يتخذ ضدهم أي إجراء أيا ما كان، وإنما تركهم هكذا. فلما خرجوا واعتصموا في منطقة حرورة، بدأوا في قطع الطريق. ومن صفاتهم أن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت عنهم:
يقطعون السبيل ويفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، والحديث عند الحاكم في المستدرك. يبقى من صفات الخوارج أنهم يقطعون السبيل، يعني يقطعوا الطرقات، ما يتركوش الناس في حالها، ويسفكون الدماء ويفسدون في الأرض. فقطعوا الطريق في مرور سيدنا عبد الله بن خباب بن الأرت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه جارية له كانت حامل، تقريبا حامل متم يعني على وشك الولادة، وكان يركب على حمار. فلما مر عليهم: من أنت؟ قالوا له قال لهم عبد الله بن خباب. قالوا: ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. قالوا: هل حدثتنا بحديث تنفعنا به سمعه أبوك عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم طبعا ما بيقولوش سيدنا رسول الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، من استشرف لها تستشرف. فتنة كأنه يلومهم لخروجهم عن جماعة المسلمين. فقالوا له: سمعنا ما قلت، فأخبرنا ما قولك في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيرا. ما قولك في عثمان في أول أمره وآخره، يعني في بداية توليه الخلافة وفي آخر توليه الخلافة؟ هم أيضا كفروا سيدنا عثمان في نهاية توليه الخلافة. قالوا: هو في خير أمر في أوله وفي آخره. قالوا: فما قولك في علي؟ قال: علي هو أولى بالله منكم. فاتهموه بالكفر وبالمروق عن الإسلام وبالشرك، وقالوا له: لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا من قبلك، لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا من قبلك. فأجمعوا يديه خلف ظهره، يعني قيدوه بالحبال، وقيدوا امرأته اللي هي جاريته الحامل، وقالت لهم: إنما أنا امرأة، أنا ما عملتش حاجة، ولم أحاربكم، ولم أنا ما عملتش أي شيء، يعني تعملوا فيا كده ليه؟ وقيدوها واقتادوه، وهم في طريقهم نزلوا تحت نخلة فسقطت تمرة، فأخذها أحدهم فقال له الآخر: كيف تأخذ شيئا لا يحل لك؟ حتى لاكها، يعني أخرجها من ورعا. طيب، ومر عليهم خنزير لبعض أهل الذمة فضربه أحدهم بالسيف، فقال له الآخر: أتضربه بالسيف وهو لأهل الذمة؟ قد أخفرت رسول الله في ذمته. فبحثوا عن صاحب الخنزير وردوه، اللي هو أهل الذمي، وردوه يعني بالمال واستسمحوه. فلما رأى منهم عبد الله بن خباب ذلك طمع في رحمتهم، وقال لهم: لئن كنتم صادقين لأنا أشد رحمة، لأنا أشد حرمة من هذا الخنزير. فأخذوه واقتادوه وذبحوه وبقروا بطن امرأته واستخرجوا جنينها، ذبحوه. وهذه أول مرة ترتكب فعلة الذبح في دين الإسلام، عشان لما نشوف بس المناظر اللي فيها ذبح المسلمين وذبح الأبرياء لا نعجب ولا نستغرب من هؤلاء، لأن هذه هي أفعالهم التي نشأوا عليها ودرجوا عليها منذ زمان سيدنا علي بن أبي طالب. ذبحوه وبقروا بطن امرأته واستخرجوا جنينها. هل هذا من الدين؟ هل هذا من الإسلام؟ هل هذا من تحكيم شرع الله؟ بل هذا من أفعال الخوارج، وهم كلاب النار.